السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيك لو انت عايز تعمل ايموجي بشكلك انت، شخصية كرتونية طبعا، وتقدر بيها تشاركها في الواتساب بكل سهولة، وكمان تبهر اصدقائك بيها. لو انت عايز تعرف المعلومات دي كلها تابع معايا الفيديو ده، وان شاء الله هقولك على كل التفاصيل. اهلا بيكم، انا محمود حنفي من قناة انفينيتي ليرن اكاديمي، والنهاردة ان شاء الله هقول لكم على برنامج جميل جدا بيعمل ايموجي لشخصيتك الكرتونية. يعني ايه بيعمل ايموجي لشخصيتك الكرتونية؟ انت بتصور له نفسك وبعدين بيحولها الى شخصية كرتونية، وبعدين بيحط عليها تعبيرات كتيرة جدا هو لوحده، وانت بعد كده تقدر تستخدمها في الجهاز بتاعك على الواتساب بكل سهولة. تعالوا نشوف ازاي هننزل البرنامج ده. هنيجي على جوجل بلاي وهنضغط في البحث وهنكتب ايموجي EMOGI. هو اول برنامج اللي موجود قدامكم ده، وزي ما انتم شايفين واخد في التقييم 4.6، تقييمه عالي جدا. نضغط عليه وهنعمل تثبيت. طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد، وكمان اعمل لايك للفيديو عشان تدعمنا على القناة، وشير لكل اصحابك عشان يستفيدوا. دلوقتي جاري التثبيت، خلاص تم التثبيت، هنقول فتح. ادي البرنامج. البرنامج فيه عندي خيارين: متابعة مع سناب شات للي معاهم حساب على سناب شات، او انشاء حساب باستخدام البريد الالكتروني. خلينا نروح للخيار الثاني، انشاء حساب باستخدام البريد الالكتروني. هنا بيسألني على تاريخ الميلاد، هقول متابعة. هنا بيقول لي عنوان بريدك الالكتروني، هنكتب هنا البريد الالكتروني الخاص بينا، وهنكتب هنا كلمة المرور، وهقول انشاء حساب. اول حاجة هيقول لي اختار انت عايز صورة ولد او بنت، مثلا انا هختار الولد، وهقول متابعة. هيبدأ هو يلقط لي صورة دلوقتي، هقول له حفظ طبعا عشان يفتكر البريد الالكتروني كل مرة، اقول السماح. هنا طبعا هيديني تصوير ليا، خليك صور صورة كويسة. هنا نختار درجة البشرة، مثلا اخترنا هذه. وطبعا هنا في حاجات كتير، مثلا زي الشعر، ممكن مثلا تختار الشعر، مثلا انواع الشعر كتير هنا، مثلا ممكن تختار اللحية، تمام، العين، حاجات كتيرة جدا زي ما انتم شايفين. يعني تقدر تكون شخصيتك زي ما انت عايز، تمام. بعدين بتقول حفظ، خلاص خلصنا حفظ. نيجي للملابس، خلينا نديله اي لبس كويس، مثلا نختار اللبس ده مثلا، ونقول اوكي. بعدين هنا بيشرح لي ازاي البرنامج ده هيشتغل. طبعا هو بيكون متوافق مع البورد اسمها جي بورد، اللي هي الكيبورد بتاع التليفون اسمها جي بورد. تحملها من على جوجل وهتكون موجودة بكل سهولة، اسمها جي بورد. خلاص طبعا هنا بيشرح لك كيف، هتقول له اشرح لي كيف، هيقول لك افتح قسم الملصقات. ادي قسم الملصقات، هنا ده قسم الملصقات. هيقول لك المس البيت ايموجي، اللي هي دي البيت ايموجي، صورتها هنا تحت موجوده هنا اهي. هتلاقي عمل لك ايه، حاجات جميله جدا، تختار شكرا لك مثلا، ثانك يو، بالصوره اللي انت اخترتها. شايفين مثلا العلامه اللي هي الاهلا موجود هنا، حزين مثلا موجود هنا، يعني حاجات جميله جدا 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 تقدر تستخدمها بكل سهوله. خلاص ونختار مثلا اي صوره منها. يبقى احنا كده خلاص انهينا الموضوع، نقول انهاء، وبكده يبقى خلصنا البرنامج. وفي ملصقات هنا بيوريك شكلها. ارجو ان يكون البرنامج نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشير عشان كل الناس تستفيد، واشترك في القناة عشان يصلك كل جديد.